بقدر ما سعى المترشحون منذ بداية الحملة الانتخابية إلى تبليغ خطابهم السياسي، كان حرصهم على حفظ صحة المواطن من خلال التقيد بالإجراءات الوقائية، لكن ذلك لم يغيب مظاهر التهاون في بعض الأحيان. أقل يعني نساو روحهم في بوينت في يعني كي يقعدوا في البداية هاو لا ديستانسياسيون كلش، ومن بعد في خلال واحد يبداو يقربوا لبعضهم، وكي توقع كما كان مجهول يعني انذار شفاهي قال يا فلان راك في الميتينغ فلان عندنا سي انريجستري راه كذا كذا. لا دوزيام فوا اون سير اوبليجي داريتي. احترام اجراءات وقواعد البروتوكول الصحي الخاص بتشريعات 12 يونيو، وإن غاب في بعض التجمعات إلا أن أعين الهيكل الطبي للسلطة المستقلة والذي أطلق عليه كوفيد ماناجير لم تغب على مستوى جميع التنسيقية 58 لرصد التجاوزات. حدثنا هيكل طبي خاص بالتكفل باحترام البروتوكول الصحي. والله وصلوا لنا قالوا لنا حتى هذا الفكر اللي روبا فروا ما نقبلوهمش، وفي كل في مستوى كل ولايه كاين، وراه حاليا الكوفيد سي ماناجير سينيور سي بروفيسور بحجر راهو اون تورني اترافير لي ولايه. التقيد بالبروتوكول الصحي حتى نهاية الاستحقاق الانتخابي سيجعل المواطن ومعه المتسابقين نحو قبة البرلمان في بر الأمان من جائحة كوفيد.